زي ما انت شايف دي تعليقات زمايلك اللي حضروا معانا المراجعات النهائيه في ماده الانجليزي ثانويه عامه من شهر. معظم الطلبه اللي كاتبين التعليقات دي كانت طلبه عندها خوف او فوبيا من ماده الانجليزي، وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه قدرنا ان احنا نغير وجهه نظرهم تماما في التعامل مع ماده الانجليزي، وكل ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب وشويه جهد وتعب وعدم. السلام عليكم. احب اقول تجربتي يعني من شرح مستر محمد الدلال، شرح يعني عظمه يعني ما شاء الله اللهم بارك، سواء في جرامر او فساد حرفين. يعني انا اول مره اسمع لمدرس يعني اسلوبه شرح مبسط وسهل واي حد يقدر يستوعبه. من ساعه ما اشتركت الحمد لله يعني مشكلتي الانجليزي في الجرامر بالذات يعني اتحسنت. الواحد فعلا كان تايه خالص، معظم الامتحان مش معتمد على المنهج، واحد مش عارف يعمل ايه في الدايلوج وفي الترانسليشن وفي القطعة كل ده وفي الباراجراف والكلام ده. والله الحمد لله الدنيا فرقت كتير معايا من اول كام حصة بس، فعلا والله شكرا يا مستر على اللي انت قدمتهولي. طيب نصاحب مستر وبأمله بيدينا كل شوية أمل إن إحنا نكمل وإن إحنا نبتدي ولسه في أمل وإن إحنا ما نصعبش الحاجة على نفسينا وكده. بجد يعني إدانا أمل إن إحنا ممكن نبتدي خلاص ونخلص الإنجليزي قبل الامتحانات أساسا وندخل نقفل بإذن الله. يعني فضلك يا بطل حوالي شهر أو شهر ونص ولسه قدامك فرصة ولسه الأمل موجود. فلو أنت بتتفرج على الفيديو ده ولسه لحد دلوقتي عندك مشكلة أو لسه ما ظبطتش الإنجليزي، كل مطلوب منك ان انت تتواصل مع الارقام اللي تظهر لك وتحجز معانا المراجعات النهائيه الفتره اللي جايه. الناس اللي هتحجز في الفتره ديت هيبقى لها مميزات كتيره جدا. اول حاجه عشان ناخد بايدك وندعمك في الفتره اللي جايه ونشجعك ان انت تشترك معانا ان احنا هنشيل العقبه الماديه تماما. فبالنسبه للسعر هعمله لكم مفاجاه وهيكون في متناول اي حد ان هو ان شاء الله يشترك معانا. الحاجه الثانيه والاهم هي الخدمه اللي احنا هنقدمها لك. احنا هنقدم لك كل حاجه انت محتاجها عشان تلم دنيتك في مكان واحد فقط، بكود واحد تقدر تدخل على منصه هتلاقي كل حاجه من كلمات او جرامر او سكيلز او حل امتحانات شامله على المنهج بالكامل اللي عددها ممكن يوصل لاكثر من 40 امتحان. كل اللي مطلوب منك ان انت تدينا فرصه ان احنا نساعدك وتدي نفسك فرصه انك تجرب، لان دايما بقول ان من حقك تجرب بس مش من حقك تخاف.